كانت مسنوة ديما تقاوم ولا زالت تقاوم، وديما مسنوة حاضرة مع الجمهور ديالها داخل الوطن وخارج الوطن. مسنوة ما عمرها تموت، مسنوة ديما مسنوة فالعطاء ديالها في كل شيء. والجديد رحنا إن شاء الله كن خدامين عليه، والجمهور المغربي بصفة عامة مسنوة راه ما كتبخل عليكم حتى شي حاجة، راه المجهود ديالها كامل كديرو وراه ديما كاينة مسنوة معكم. كنشكر هاد الجمعيات هادو اللي كيديروا هاد المبادرة اللي كيكرموا فيها الفنانة ديالهم، والحي المحمدي معروف في التاريخ ديال الفن، فيه جميع الأوصاف ديال الفن، فيه المسرح، فيه الشعر، فيه الملاكمة، الرياضة، أي حاجة بغيتيها، أي حاجة بغيتيها تلقاها في الحي المحمدي. والحي المحمدي كيتساهل هادشي، ماشي ما كيتساهلش هادشي، أي واحد تكرم في هاد الحي المحمدي إلا عنده واحد الإحساس. وحنا كنبغيو نخليو الخلف، الخلف تا هما ملي كيشوفوا الناس، راه الناس اللي ملي كتكرم وكدير واحد المجهودات باش تخدم، ملي كيكرموك وكيشوفوك ناس اخرين حتى هما كيخدموا، ماشي كينعسوا ولا كيقول ما الفن ما كاينش هذيك، فهمتيني؟ اللهم احنا كنشكروا الحي المحمدي وكنشكروا جماهير الحي المحمدي وكنشكروا كاع المسؤولين. اش نقول لك، راه ماشي قلق، احنا كنا كنبانوا في التلفزيون على الاواخر، على الاواخر ما نكذبش عليك، هذا كيبقى كتبقى المسؤوليه ديال الاعلام ديال التلفزيون ماشي ديالنا حنايا. يعني ما يمكنش غتمشي تقول للتلفزيون انا باغي ندوز، انت كدير اللي عليك وكتخدم، والاعلام هو اللي كيبقى عنده المسؤوليه ماشي حنايا. غيكون ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله، راحنا خدامين عليه وما يكون هالخير ان شاء الله. في التكريم عدد من الاسماء الفنيه الحي المحمدي، ومنهم الاخ عضو مجموعه مسنوه السي عبد الواحد مدوني. وكذلك كنحبوا نوجهوا الشكر الجزيل للجمعيه المنظمه وجميع الاخوان اللي ساهرين على انجاح هذا الحفل هذا ان شاء الله. كذلك كننوهوا بالاختيارات اللي تم التكريم ديالها، اللي منهم السي عبد الرحيم السكوري والاخ زاكي سيناريست. نتكلم لكم على مجموعه مسنوه. مجموعه مسنوه دائما متواجده، نظرا لان ما كيكونش الظهور بزاف على التلفزيون، كيتسائلوا الناس لماذا مجموعه مسنوه على الغياب ديالها. بالعكس حنا موجودين ودائما كنكونوا عند الظن ديال الجمهور بالجديد. ومن ضمن هاد المسائل هذه هو الجديد اللي قريب ان شاء الله يتم بمشاركه كل من الفنان حميد باطمه ورشيد باطمه، هو قريب ان شاء الله، يعني ما بقاش فيه بزاف. بالنسبة للإخوان اللي تتسألوا على الظهور في التلفازة، هذه الأسئلة هذه ما يمكنش نجاوبوا عليها احنا، اللي خصهم يجاوبوا عليها هما الناس اللي مكلفين بالتلفازة، لأنهم هما اللي كيختاروا، هما اللي كيشرفوا على هذه المسائل. أما احنا دائما رهنا الإشارة، سواء بالجديد، سواء بالسهرات، سواء بالحضور الفني يعني والإشعاعي. ولكن هذه المسألة هذه احنا ما عندناش فيها اختيار، لأن هي مسألة كتتعلق بالناس المشرفين على التلفازة.